مين؟ أستاذ رمضان من المنيا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ رمضان، ازيك يا فضيلة الشيخ عمرو؟ الحمد لله، سعيد جدا ما دمت بسمع صوتك، بس عشان ما اسمعش، عشان ما نسمعش صوت بعض مرتين، نوطي التلفزيون ونسمع من التليفون لو تكرمت عليا. ماشي يا عم الشيخ، ماشي. والله انا بحبك في الله والله. وانا كمان والله يا حاج رمضان، ربنا يعزك. عندي سؤال والله. اتفضل. ساعدني. شوف، انا سيادتك متزوج بقالي 27 سنه، ومن اسبوع كده رميتني، يعني قلت للمدام تكون محرم عليا الدين. ده انا لسه اقول لك، ده انت من المخضرمين ما شاء الله. ما احنا عندنا درجه من درجات الازواج اللي بيعدوا ال 25 سنه بنسميهم مخضرمين. ده تعمل كده بعد 27 سنه؟ دي اول مره تقول لها الكلام ده؟ أول مرة سيادتك، بس حصل طلاق قبل كده ورجعت. يعني يبقى أول مرة منين بقى؟ شفت بقى، إحنا ليه ما بنحبش نجاوب على مسألة الطلاق في على الهوا؟ طيب عملت إيه؟ المرة الأولانية كانت عند مأذون؟ يا حاج رمضان معلش، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون بس، عشان بس ما يبقاش في فاصل بيننا طويل. اتفضل يا شيخ. وطي التلفزيون معلش، وطي التلفزيون. فصلته خالص، وطيته خالص. طيب يا سيدي، بسأل حضرتك، انت دلوقتي المره اللي كانت اولانيه دي كانت عند مأذون؟ كانت عند مأذون شرعي. لا كده يبقى احنا لازم اشوف الاسئله. طب والاسئله كان مكتوب فيها ايه؟ طيب كان فيها طلاق يعني، وطلاق. ما انا عارف ان هو، ما اكيد احنا رحنا على مأذون عشان نطلق. مكتوب فيها كام طلقه؟ لا هي طلقه واحده. طيب اقول لك حاجه يا حاج رمضان، احنا محتاجين نشوف الامر ده. ممكن تبقى تتواصل معايا، لان انا لازم اشوف ايه المكتوب في الورق في القسيمة، في قسيمة الجواز. انت عارف ايه المكتوب في قسيمة، في الفقرة اللي قبل الأخيرة مكتوب ايه؟ السبب يعني ولا ايه؟ لا لا، الطلقة، ايه نوع الطلقة؟ إيه كتب، ايه كتب، ايه المأذون؟ هي واحدة بس طلقتها شرع، طلاق شرع، وبعد كده رجعتها. رجعتها عند المأذون برضو؟ عند مأذون برضو. يعني هي كان الطلاق ده على الإبراء، فرجعت لها بعقد ومهر جداد؟ طيب كويس، يبقى دي مرة واحدة حصلت كده. في طلقات تانية ولا هي دي الطلقة الوحيدة؟ في طلقات تانية؟ لا هي دي بس. طيب انت بقى قلت لها ايه يا حاج رمضان؟ قلت لها تكون محرم عليا اليوم الدين بس. ايه الكلمة دي نرفزتني في فرحة. بس كده ما شاء الله، يعني حرام ليوم الدين يعني وبس يا حاج رمضان. اتفضل يا شيخ. مهما عملته فيك ده يستحق ان انت تتكلم في بالطلاق ده؟ طب كان قصدك ايه انت بتقول تحرمي عليا ليوم الدين؟ زعلتني والله سيادتك يعني. طب كان قصدك ايه؟ يعني كان قصدك بتحرمي عليا ليوم الدين يعني ايه؟ تحرم كلامها، ولا تحرم يعني تبعد عنك، ولا تحرم انت خلاص زهقت منها، تحرم يعني ايه؟ لا والله سيادتك انا ما اقدرش احدد الموضوع ده يعني. ما اقدرش. يبقى خلاص يبقى انت ما كنتش تنوي طلاقها بقى، بدل انت مش قادر تحدد، يبقى انت ما كنتش قصد الطلاق. لا انا عمر ما اقصد الطلاق سيادتك. لكن عمرك ما تقصد الطلاق، لكن تقصد ان انت توجع قلبها وتاذيها وتخليها حاسه بعدم الامان. توب الى الله يا مولانا، توب الى الله يا حاج رمضان، ومالكش دعوه بالطلاق ده تاني. توب الى الله، قول توبت الى الله. وعزمت على الا اعود. وعزمت ان لا اعود لمثل هذه المعصيه ابدا. لمثل هذه المعصيه ابدا. والله على ما اقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. طيب يا سيدي، الست دي بدل انت ما كنتش قاصد باللفظ ده ان انت تطلقها، الست دي لسه مراتك، واديك توبت الى الله، وما تعملش تاني، وما تجيش جنب اي لفظ من الفاظ الطلاق تاني يا حاج رمضان. ماشي ان شاء الله يا شيخ.